الدرس ده إن شاء الله هنتعلم فيه إزاي نعمل مركز الثقل لأي ظاهرة جغرافية، اللي هي قد تكون عدد السكان، قد تكون تجمعات تجارية أو تجمعات للنفايات أو لعدد المساكن نفسها. اشترط عشان أعمل مركز الثقل إن أنا يكون عندي مجموعة من البوليجونز. الحاجة التانية إن أنا أحدد مركز كل بوليجون. الحاجة التالتة إن أنا أحدد إحداثي المركز نفسه بالإكس والواي بتاعي بالنظام اللي أنا شغال عليه، النظام المتري مثلا. بعد كده عن طريق خطوات محددة هنتابعها مع بعض في الدرس ده. أنا عندي مثلا مجموعة من الشيخات اللي هي شيخات مدينة المنصورة. أولا لازم أحدد مركز كل شيخة، أحدد مركز كل شيخة عن طريق الأرقة البوكس بطريقة سهلة جدا. هدخل على سبيشال ستاتستكس تولز واختار منها كولكت ايفنتس، ابدا افتح لي ويندو منه بختار المسار اللي هحفظ فيه الفيتشر بتاعي، وليكن مثلا المكان ده بقول له اد. بكتب اسم البوينت بتاعي مثلا اد، وهنا بختار الاوت بوت نفسه النيم بتاعي مثلا اخليه بوينت 3. بعد كده بقول اوكي okay. ده البرنامج كده بالفعل لو لاحظت ان هو اضاف لي نقطة بوينت كده في مركز كل شيخة. بالفعل حدد مركز الشيخة نفسه وبدأ يحط فيه البوينت اللي احنا شايفينها معانا دي. حتى لو شلنا البوليجونز اللي معانا بدأت النقط ظاهرة قدامنا اهيت. فباقي قدامي اللي حتى لو فتحنا الاتربيت تيوب البتاع النقط ديت هنلاقيه كاتب ان دي عبارة عن بوينت، فحط لي 12 بوينت على اساس ان انا عندي 12 بوينت. فدلوقتي هنبدأ نحسب الاكس والواي. نحسب الاكس والواي عن طريق داتا مانجمنت تولز، من فيتشرز هختار اد اكس واي كوردينيتس، وهدخل الشيب فايل اللي انا شغال عليه او الفيتشر اللي انا شغال عليه البوينت بتاعي، اقول له اوكي. افترضت بعد ما اخلص العمليه دي انا افتح التيبل الاقي الاكس والواي اتحسبت. هنفتح التيبل تاني مره تانيه ونشوف. تمام، بدأ حسب لي هو البرنامج الطبيعي الاكس والواي، وملاحظ ان هو حاسبها بالمتري لان انا شغال دلوقتي معايا بنظام المتري بتاعي اللي هو تحت ده. هنبدأ الخطوة اللي بعد كده. المفروض ان انا دلوقتي يكون عندي عدد سكان مثلا. انا عندي دلوقتي مجموعة الشيخات هي، وعندي عدد السكان بتاع السنوات اللي هي 76 و86 و96 و2006. اول خطوة بعملها ان انا بجيب الرقم المطلق وبحوله الى رقم نسبي بحيث تبقى عدد الارقام اللي معايا دي هي ارقام النسب المئوية. بعد كده ببدأ انقل الاحداثيات الاكس والواي اللي هي موجوده عندي جنب كل بوينت دي. خلاص بحدد السليكشن على راس الصف كده، بيبدا يعمل لي نقطه بيحدد لي الشيخه نفسها. يبقى انا عرفت ان الشيخه دي مثلا اسمها 100 حضر، فباخد كوبي من الاكس بتاعها. تمام، وبروح على الاكسل بتاعي وبشوف فين 100 حضر هنا واحط بيست في المكان بتاعها لحد ما انقل كل الاكس والواي بتاع كل البوينتس بتاعي في كل الشيخات. اصبح انا دلوقتي معايا نسب مئويه اللي هي تمثل الظاهره بتاعتي اللي هي عدد السكان مثلا او عدد المساكن، ومعايا الاكس والواي اللي هو الاحداثي بتاع مركز الشيخ. هبدا الخطوه الثانيه اللي بعد كده ان انا اضرب النسب المئويه لكل شيخه في الاحداث الاكس وفي الاحداث الواي. هنبدا نضرب بصوره سريعه، هنضرب النسبه المئويه في الاحداثي. اوكي، هنبدا نضرب برضو نفس الفكره النسبه المئويه في الاحداثي. اوكي، هيديني رقمين كده بحددهم واسحب لتحت. خلاص، وبعد كده احسب لهم الاجمالي بتاعهم. طلع عندي رقمين اللي هو المجموع اللي هو ده اللي احنا بنسميه المجموع، هنديله اللون الاصفر. وبعد كده هنقسم المجموع ده، هيساوي المجموع ده على النسبه المئويه اللي هو الاجمالي نسبة النسب المئويه، هيديني رقم. ده نفس الفكره برضو هقسمه على النسبه المئويه وهيديني ناتج. خلاص، يبقى هو ده بالظبط الكوردينيت سيستم بتاع مركز الثقل السكاني لسنة 2006 في مدينة المنصورة. طيب أنا عايز أحدده على الخريطة، هعمل إيه؟ هاخد كوبي، طبعا ده الإكس، هناخد كوبي من الإكس وهنروح تاني للبرنامج هنا وهقول له لو سمحت حدد لي الإكس والواي. طبعا لو شغلنا أر كي جي أس 9 و3 من 10 أو 9 من 10 هيبقى أسهل. هنقول له هنا أنا هشتغل بالنظام المتري،
وهقول له النقطة اللي أنا عايز الإكس بتاعها كذا، وبعدين هرجع أقول له الواي بتاعها كوبي الواي بتاعها كذا، تمام، وهبدأ أقول له لو سمحت حدد لي الكلام ده. ملاحظ حاجة؟ بدأ يعمل لي فلاش على النقطة بتاعتي، وممكن أقول له زوم تو للنقطة بتاعتي جابها لي بالملي، وممكن أقول له هنا حدد لي النقطة بتاعتي جابها لي برضه. وهنا بقى من خلال الاد بوينت دي بقول له لو سمحت احط لي نقطة على المكان بتاعي. هرجع اصغر الخريطة بتاعتي بالشكل اللي انا عايزه مثلا. هنلاحظ الطلبات بتصغر معانا، ومن خلال ممكن ادخل طبقة الاربن نفسها، ونشيل الشيخات ونيجي نكبر كده بشكل بحجم مناسب. لاحظ ان مركز الثقل السكاني لمدينة المنصورة سنة 2006 موجود في النقطة دي. لو مسكنا ننزل للأرض الواقع ونمسك معانا جهاز الجي بي اس، ومن خلال الجي بي اس نقف على النقطة دي، أنا ممكن أكبر بالظبط وأعرف النقطة دي موجودة فين في المنصورة، تمام. هو بالظبط كده قدام محطة القطر في شارع سعد الشربيني، يعني قبل محطة القطر في شارع اسمه شارع سعد الشربيني. أنا ممكن أنزل بالجي بي اس وأحدد الإحداثي بتاع النقطة دي بالظبط. أكرر نفس الكلام للسنوات اللي بعدها، اللي هي سنة 96 86 76 بالترتيب كده، وانا ماشي بالشكل كده. وفي النهاية البرنامج هيحط لي نقطة نقطة نقطة، واقدر احسب بقى واقول ان مركز الثقل السكاني سنة 76 كان في شارع كذا، وبدأ يتحرك سنة 86 للشارع الفلاني، وسنة 96 بدأ يتحرك، وفي 2006 بدأ يبقى في النقطة ده، وده مركز الثقل السكاني. وبعد كده اشوف انهي شيخات بتزيد، واربط الكلام ده بتحرك مركز الثقل. مركز الثقل ده له علاقة بزيادة في الخدمات، او زيادة في عدد السكان، او زيادة في عدد المساكن، وده التفسيرات الجغرافية اللي احنا المفروض بنضيفها. ارجو ان انا اكون قد افدتكم في الدرس ده، وما تنسوش تدعوا لي ولا لي.